مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب اليوم كنتواجدوا بسوق السمارين مدينه مراكش غندخلوا وغنديروا ابتسامات مع الصناع التقليديين وغنشوفوا الوضعيه الاقتصاديه يلا معنا شنو المعاناه اللي كتعانيوا في هذا السوق اخويا المعاناه اللي تنعانيو في هذا السوق بالنسبه لهاد الفتره الحاليه هي ان هاد القرارات اللي جات اللامسؤولة وهذه القرارات اللي نقدروا نقولوا عشوائيه جات في هاد الظرفيه ديال لا لاني تعرفوا بلا هذا القطاع تيخدم في في البوناني تتنتفاجؤوا بالحكومه تتصدر بعض البلاغات بلا راه المطارات غادي تسدو دونك وقفات الحركه على الاقل ديك الساعه يدير واحد الاعلام يعلموا الناس ولا يعطيوهم على الاقل واحد الارشادات بالله تقدر تكون هنا واحد واحد الوقفه بالنسبه للمطارات الناس بين ليلة وضحاة تفاجؤوا بالله غدا المغرب غادي يعلق جميع الرحلات الجوية والبحرية كي تنقولوا مفاجئة وهذا قرار يعتبر عشوائيا الناس دابا كتعاني واحد المعاناة ما يعلم الله سبحانه وتعالى معاناة يرتالها دونك كان الوضع بسوق السمارين واحد الوضع تيجي لا التاجر ولا الصانع ولا جميع اي اي انسان كيتعلق بالسياحه بمدينه مراكش فهو تيعاني بصمت المسؤولين كيعرفوا هذا هاد. الشيء هذا الشيء اللي بغيت نقول لك بغيت نقول لك شي رساله راه الكاميرا اتجه الكاميرا وشي رساله للمسؤول كانوا جو رساله للمسؤولين بالنسبه لوزيره بالنسبه لوزيره السياحه راه ما قدمت والو لا بالنسبه للناس اللي كيشتغلوا كي في القطاع السياحي ولا الصانع التقليدي ما قدمت لهم مساعدة ولو القليل بالنسبة للقرارات اللي, كت... اللي, كت... اللي كتعلن آه... عبثا من, جي... من من الجهات المسؤولة أو الجهات المعنية فهي قرارات لا يستعمل بها تنكونوا ما بين معينة تتم تتمجيل القرار ديال الإغلاق الناس راه عندها شيكات الناس راه عندها كريديات الناس راه عندها سلعه تخسر ليها الصانع يلاه صنع بعض المنتوجات عنده واحد الرغبه بيبيعها في هاد اخر السنه بيصور فيها القوت اليومي نقدروا نقولوا ديال 3 شهور ولا 4 شهور تتفاجئ مسكين بالاغلاق شكون اللي بيعوض هاد الناس هادو الناس كيعانيو كي في صمت ونقدروا نقولوا هذا موت سريري بالنسبه للصانع ولا اي واحد كيتعلق بالقطاع السياحي ونقدروا نقولوا بمدينه مراكش القطاع السياحي راه 98% ديال الناس اللي كي يصوروا القتل اليومي من هذا القطاع لا الحكومه راه ما دارت والو السيد الوالي باش يجي ويشوف المعاناه اللي كتعاني الساكنه ولا اللي كتعاني المدينه بصفه عامه راه ما شفنا حتى شي حاجه باش نقولوا حنا الحقيقه نتمنى هذه الرساله ديالك توصل ان شاء الله والله يجيب الفرج وبالنسبه للناس اللي جاوا بداو كاين واحد الالتفاته غادي نضروا لها حتى هي بالنسبه للناس اللي مسؤوله على هذا الترميم اللي عطى الانطلاقه ديالو سيدنا الله ينصرو جاوا الناس بالنسبه لسوق السمارين داروا البدايه وخلاو هادشي عشوائي ومشاو في حالتهم خلاوها انت كي تتشوف الا خرجتي عافاك صور هادوك المياكي وصور هذاك الشيء جاو الناس حيدوا السقوفه حيدوا هاد ليكيب حيدوا هاد, هاد الكيبات اللي كانوا معلقين حيدوا هاد هاد آه 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 المسائل اللي كانت اللي كانت كي تنقولوا مغطيه السوق عرّاوة خلاو الناس منها للشتاء منها للشمس ما ما داروش شي حاجه كنسولو متى بتكون بدايه الاشغال ولا ي... بيكون انتهاء تيقولوا لنا باقي 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 الله اعلم وصافي حنا بين هاد الناس يجيو يكملوا هادشي في اقرب وقت لحقاش الناس كتعاني الامرين كتعاني هذا الاغلاق اللي جاء على غفله وكتعاني على هذه الاشغال اللي بداوها هذا بعض المسؤولين نعرفوا حنا شكون اللي شكون اللي مسير هذا المشروع هاد المشروع كنسولو تنسولو الناس يقول لك اودي هذا المشروع راه الانطلاقه عطى عطى سيدنا نصر الله ولكن المسؤولين اللي كيشرفوا عليه راه ما كاينينش راه كتسول شي كيرمي كل شيء وشي كيعاود يرمي كلشي شيء وشي واحد اللي بينا نعتمدوا عليه ولا شي واحد اللي بيكون كرمز يتحاور مع هاد الناس ولا يتشاور معاهم والله يعطيهم بعض الحلول والله يعطيهم بعض الجمل ليطمنوا انه بالله ان شاء الله راه غادي يولي حسان وغادي يولي كي تنقولوا غادي يعطي النور لهاد السوق ما كاينش ما كاين كاع اللي هضر على هذا بصفه نهائيه